ورمضان كريم، رمضان كريم في حلقة جديدة، يعني طبق شوربة جديدة، يعني سلطة جديدة من كل بلاد الدنيا، على قد ما اقدر ان شاء الله معاكم خلال الشهر الكريم. 30 حلقة مختلفة ب30 طبق شوربة مختلف و30 سلطة مختلفة، طلع 29، هكمل معاكم انا عادي الحلقة 30، مش مشكلة، صايمين كلنا يعني، 6 بيض بقى مش 6 بيض، مكملين. المهم هنعمل شوربة وسلطة كل يوم ان شاء الله من عندي، من قناتنا، قناة ست البيت، وهيكونوا اول معزومين على سفرتنا. النهاردة بقى عايزين نشوف الطبق كده اللي بينا بتاع العمارة ده، اللي هو نازل طالع طول الشهر، محدش عارف ده بتاع سحور مين ولا افطار مين. المهم ان هو طبق دايما انا بسميه بالنسبة لي طبق الخير، يعني عند الجيران، منفذ على الشارع اللي جنبنا، على العمارة اللي جنبنا، طبق كده تحسه اللي هو يعني فيه بركة. تعالي نشوف الطبق ده هيتكون من ايه النهاردة. اول حاجة هنعملها الشوربة، عندي شوربة عدس بجبة، ويعني هي شوربة عدس بالسلق، وانا هحط لها شويه مكرونه. عندي عدس بجبه انا نقعاه بس كده عشان وقت الحلقه، فهسرع شويه التسويه بتاعته. فصين ثلاثه ثوم، عندي بصل، عندي سلق اخضر، سلق اخضر، ما هو مفيش سلق اسود يعني، هو سلق اخضر، وعندي عصير ليمونه، وعندي شويه مكرونه. يعني نسبه البروتين اللي موجوده في العدس، مش انا اللي هتكلم عنها بصراحه، نسبه بروتين اكنك كلتي لحمه، اكنك كلتي فراخ. يا جماعه نفوت يوم كده في النص، مش لازم علشان صايمين ورمضان فنخرم، اسمها نخرم الميزانية غالبا، حاجة كده يعني، يعني نوفر علشان صحتنا، نوفر ماديا، نخلي بالنا شوية من أكلنا بالذات في رمضان، مش عشان رمضان فاحنا نطلع منه ونقول لا احنا بعد رمضان هنخس بقى وهنعمل دايت ومش عارف ايه ورمضان بيأكل. لا خالص، بناكل كل يوم عادي جدا زيه زي رمضان، مفيش مشكلة خالص، بالعكس ده الوقت الوحيد اللي تقدري تعملي فيه نظام غذائي صح، ان انتي تفطري صح، لان في طرق كتير غلط جدا جدا جدا، يعني طرق كتير غلط في الفطار. هشوح بس كده البصله، حته زبده وشوحتيها بصله، وعندي هنا البلانشه هبتدي اقطع عليها حاجتي على طول. هقطع مع البصل شوية سلقة، انا مش عايزة افرمه ومش عايزة اشوحه لوحده في الاخر. عايزة شوية سلق كده، السلق ما بياخدش وقت خالص، فهحطه بس كده على طول لما البصل يتشوح. كده تمام. فصين الثوم هنزل بيهم برضو على طول. انا بالنسبة لي شوربة عدس يعني ثوم بصراحة، واحنا في حاجة خضراء، في سلق يعني، في هضم، وفي سلطة ففيها هضمة برضو، بس انا بحب الثوم يبقى عريض كده شوية، ما بحبوش مفروم قوي في الشوربة دي عشان يدي طعم كده ونكهة، وحتى اللي مش عايز ياكله ممكن يشيله، يبقى باين في السلطة فممكن يتشال يعني. كده تمام، اشوح بس تشويحة بسيطة. على طول هنزل عليهم بالعدس، نسبة العدس اللي عندي. في بلاد والله العدس ابو جبه ده بالنسبه لهم غذاء اساسي في البيت، يعني لا غنى عنه، بلاد قايمه كل تغذيتها على العدس، واحنا عندنا موجود بس ما بنستخدموش بس غير في الكشري، وكل فين وفين يعني لما بنعمله، او بنستخدمه في سلطه بس، يعني حتى رياضيين في بلاد اجانب، حتى مش بس عرب ولا مصريين، رياضيين من الوجبات الاساسيه بالنسبه لهم العدس. تشويحة خفيفة كده، هنزل عليهم بشوية ملح، واخد معايا كمان فين الكمون، اخد شوية كمون. ناس ما تخافش من البقوليات او ان هي شوربة عدس والسلطة كمان عندنا بقوليات، الكمون بيهضم فمحدش يقلق، وبعدين احنا صايمين بقى فقدامنا وقت طويل يعني.
مش ناكل بقى وننام على الكنبه ونمسك التلفزيون ما نسيبوش يا حرام، ناكل. وفي يعني ده شهر عباده وعلاقه كده روحانيه ما بين البني ادم وربنا، يعني تاخد وقت طويل يا ريت في يومنا شويه، وفي نفس الوقت برضو نقعد على الكنبه مش مشكله ونمسك تلفزيون ونشوف كده ايه الشوربه اللي هتطلع من عندي وايه السلطه كل يوم. ريحه حلوه جدا. وعلى طول هنزل بشويه سل تاخد بس تشويحة كده تقليبة مع بعض كلها. ريحة حلوة، ريحة التوابل حلوة قوي والألوان حلوة وطعمه كمان أنا أضمن لك إن هو حلو جدا جدا. هنزل على طول عليه بالشوربة. وهيغلي بس غلوة كده مع بعض. يا سلام لو انت قاعده كده وبتعملي الاكل او بتعملي طبق شوربه وولادك لو في ولاد صغيرين ابتدوا يصوموا ابتديتي تتكلمي معاهم كده في فايده كل اكله بتعمليها، في فايده كل حاجه بتحطيها في اكلك، وان احنا بنصوم ساعات طويله غير ان هي دينيا يعني حاجه للصحه كمان، جسمنا شويه بيهدى من نسبه الفاتس اللي داخله فيه، يعني هو مش حاجه عذاب يعني. بنعطش شوية بس نعلمهم ان الشوربة نسبة المية اللي فيها من اهم حاجة ممكن نتناولها او في اول حاجة في الفطار يعني، وبعد كده ناكل براحتنا بس ندخل شوية كده يعني زي ما بيقولوا المية تجري كده في عروقنا. ده احنا حتى يعني في دعاء اللي بنقوله قبل الفطار اللهم لك صمت على رزقك افطرت وعليك توكلت وبك امنت ذهب الظمأ وابتلت العروق، يعني اول حاجة نرطب كده الجسم ونهيئه نفسيا ان في نديله شوية بنزين، يعني زي ما بنسخن العربية كده نهيئه نفسيا ان بعد ساعات الصيام الطويلة شوية شوية في حاجات مفيدة في مية. الولاد اللي ما بيحبوش العدس مثلا نفهمهم ايه البروتين اللي موجود في العدس، ان اول حاجة لازم نفطر بيها تبقى حاجة سخنة غير السنة طبعا التمر واللبن، طبق سلطة عشان الفيتامين بتاعه. شوية شوية يعني هو مش اتيكيت على قد ما هو صحيا للجسم، على قد ما هو احترام للبدن نفسه، يعني على قد ما هو وهم صغيرين انت قد ايه بتقدري تغرزي فيهم المبادئ والعادات اللي ممكن يعني يتماشوا بيهم شويه شويه في الدنيا. العدس كده اوكي. انا عايزه احط عصير حوالي ليمونتين واغسل ايدي بس وارجع على طول. وبعدين هحط كمان شوية المكرونة دلوقتي، انا مش عايزاها مسلوقة هتستوي كده كده في الشوربة بتاعت العدس. تمام كده اوكي. كده كويس قوي. وريحة الكمون بقى والثوم عاملين شغل عندنا يجنن يعني. كده الشوربة جاهزة، ما عملتيش لحمة، ما عملتيش فريخ، ما عملتيش صواني، ما عملتيش محمرات، ما عملتيش المشمرات اللي هو انا مش عارفة ايه هي لغاية دلوقتي، بس من عندنا ان شاء الله خلال رمضان هتشوفوا ايه هو المشمر، هتعرفوه من عندنا من ست البيت. وهسيبك فاصل صغير قد كده علشان نرجع نشوف النهارده هنكسر صيامنا حلقه بقوليات شويه، بس بقوليات يعني بروتينز نباتي، استغنينا شويه ماديا ان احنا نكلف السفره جدا في رمضان بحاجات بسيطه وموجوده عندنا حتى في درج الخزين ده،
بس حاجات قيمه غذائيه عاليه، ماديا فلوس قليله، صحيا اضمن لك ان انت على قد ايه يعني احترمتي بدنك وضمنتي نسبه الفيتامين والبروتينز اللي داخله جسمك اللي فقدتيها كمان خلال ساعات الصيام الطويله. مستنيك بعد الفاصل، اوعي تروحي في اي حته، ورمضان كريم علي وعليكم ان شاء الله جميعا.